ثلاث غلطات. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وليكوا حق تغلطوا ولكن مش اكتر من ثلاث غلطات. الغلطه الاولى بنعديها، الثانيه بنعديها، الثالثه بنعتذر لكم. فعايزين نقعد معاكم وقت اطول ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. السؤال انا اللي ببداه وحضراتكم اللي بتحددوه، بمعنى بتختاروا مستوى يا سهل يا متوسط يا صعب، واكيد كل ما كان صعب كل ما الفلوس هتكون زياده. تمام. جاهزه يا دكتور؟ تمام. دكتور المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله. السؤال الاول، قلعه قايتباي من اشهر قلاع مصر القديمه، فما اسم سهل 500 جنيه، متوسط 2500 جنيه، صعب 5000 جنيه. اختاري ايه؟ احنا ممكن نتناقش كمان؟ لا كل واحد لواحد. طب ليه متوسط ده دكتور؟ حضرتك اسكندراني. ما حسب السؤال. كنت تدخل في الصعب. عندك حضرتك. اكيد عشت فيها ورحت قعدت كتير. عندك حق. طبعا شيرين اختارت السهل. تمام. دي بدايه كده. يعني بنشوف كده الاجواء ايه. حلو، بدايه جميله. اوكي سؤالنا ب 2500 جنيه وبيقول قلعه قايتباي من اشهر قلاع مصر القديمه، فما اسم الحاكم الذي بنى القلعه؟ الحاكم الذي بنى القلعه. يعني هو اللي بنى القلاع متهيألي صلاح الدين الايوبي لانه كان بيحارب الصليبيين. قلعه قايتباي. قايتباي دي قايتباي دي هي قلاع مصر القديمه. حضرتك في اسكندريه؟ فين انت جيت اسكندريه قبل كده ولا لا؟ لا ما جيتش اسكندريه. رحت يوم ورجعت يعني ما قعدتش. اوكي قلعه قايتباي دي قديمه جدا من القلاع. هو اكيد حد مماليك يعني. لا لا ما بس قايتباي يعني ده مماليك. صح ممكن فممكن نقول الظاهر بيبرس او قطز. هو اللي عمل عين جالوت. الاقرب بيبرس او الملك الصالح برضو ممكن واحد من ثلاثه بس متهيألي بيبرس. أظن بيبرس الأقرب. بيبرس بيبرس. لقيت إجابة؟ لا يعني لا شايف معلومات رايحة جاية مدهشة. لقيته يعني أقصد ماشي. مين؟ نختار الزهر بيبرس؟ ماشي نجرب. مين اللي بنى قلعة قايتباي؟ ماشي زهر بيبرس. أنت اسكندراني بقى ولا أنت منطقي؟ زهر بيبرس. أو الملك الصالح. أنا حاسة مش عارفة الملك الصالح. لا مش الملك الصالح. قايد باي من اشهر قلاع مصر القديمه، فمن الحاكم الذي بنى القلعه؟ توكل على الله ونقول الظاهر بيبرس. تشاوروا تشاوروا يا دكاتره. ماشي قدامكم سبع ثواني. قايد باي باربعه. محمد علي باشا. محمد علي باشا قديمه. الظاهر بيبرس. خلاص انتهى الوقت. خلاص يا شيرين. مين اللي بنى القلعه؟ محافظ اسكندراني اللي يقول بقى منطقته. مين؟ الظاهر بيبرس. الظاهر بيبرس. الظاهر بيبرس. اصل هي اسمها كتير في اسكندريه. اسمها مماليك. واضح ان انا ما بقتش اسكندراني خالص. الموضوع اسكندراني. اخر كلام. هو الاسم مماليكي فاحنا يعني قلنا حد مماليكي. بيبرس على طول اول واحد جه في خيالي. اعلن الخبر للناس ولا في تفكير؟ اتفق الصيادلة على الظاهر بيبرس. إجابة خاطئة. يا لهوي.